الله يرحمك يا شريف، كان زي اخويا اكتر على فكره. انا وهو كنا اقرب اتنين في البلد. الله يرحمك يا بيبي قلبي، كان دايما يحكي لي عنك ويقول لك ان انت تشبهه في حاجات كتير قوي. فعلا انا لغايه دلوقتي مش مصدق انه مات. كلي كلي. بس انت تصدق بقى ان انت فيك منه حاجات ياما كمان، يعني الطيبه والحنيه والاخلاص، يعني انت غير بتوع الفيله دول خالص يا اخوي. على فكره انت كمان شخصيتك عجباني جدا، وطيبه وجدعه وبنت بلد وغير كده جميله. طب قول لي بقى يا اخويا، يا هو انت جايب الجميله دي هنا ليه؟ اوعى تكون طبعاً في فلوس. بص يا اخويا، ده مال النونه، ده مال يتم، حرام، ربنا يجازيك. لا ما تلاقيش طبعا، مش طبعاً في فلوسك ولا فلوس النون على حاجه. انا بس يعني عايز اقول لك ان انا كمان معايا فلوس كتير. غير كده انا ماسك بوزيشن مهم في اكبر شركه موجوده في مصر، يعني اقدر اعمل اللي انا عايزه. الله اكبر، اللهم صل على النبي عليك. ما تتكلمش كده على نفسك، ما يحسدش ان انا لاصحاب. بس تعرفي بقى، رغم كل اللي عندي ده ناقصني حاجه مهمه جدا. ناقصني ان الاقي حد احبه ويحبني بجد. انا عرفت بنات كتير طبعا، بس الحب اللي هو اللي بجد ده لسه ما حصلش. يا كبد يا اخويا، ده الحب ده اهم حاجه في الدنيا. ده انت زيك مش عايز بقى. ردي على التليفون لو عايز. دومي. ازاي بقى متزفره؟ هم يا اخويا اشطف ايدي كده بشويه ميه ومضمض بقي وغيرك وهكلمها. ماشي، الاكل عجبك اهم حاجه يعني. زي ما يكون في سكر. اكلهم طعم قوي. النونة كلت وشبعت وبتقول لك شكرا يا عمو. قولي لها العفو. طب بالاذن، انت ما اكلتش ليه؟ لا ما انا ماليش نفس. عشان كده رفيع.